دكتورة نهلة، أهلا وسهلا بحضرتك. في بحضرتك. البداية طبعا بنقول مبروك، حضرتك عضو لجنة التقييم باليونسكو. أي فندم، المسألة عايزة شرح. طبعا. الأول أشكر حضرتك، سعيدة جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة، سعيدة بإن إحنا بنلقي الضوء على جانب مهم جدا من الثقافة المصرية هو التراث. صحيح، تراث شعبي. لجنة التقييم دي لجنة تبع لاتفاقية، هي اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي العالمي باليونسكو، اسمها اتفاقية 2003. اتفاقية وقعت عليها مصر من 2005 عشان تعمل حماية أو تسجل عليها الدول عناصر من تراثها الشعبي. بكل دولة بتتقدم بملف عشان تقول هذا العنصر موجود عندي، أنا محتاجة أصونه لأنه بيندثر، لأنه بيتعرض لمخاطر، أو هذا العنصر موجود عندي ويمثلني وأنا عايزة يتسجل على قوائم اليونسكو. حضرتك بتقولي التراث الثقافي غير المادي. بمعنى غير المادي، التراث الثقافي غير المادي هو ما كنا نطلق عليه التراث الشعبي، ولكن هو تعبير دلوقتي، المصطلح العلمي الحديث هو التراث الثقافي غير المادي. طيب عشان برضو يعني نقرب المسألة شوية، على سبيل المثال عندنا مثلا أثار فرعونية، هذه أثار مادية ملموسة. كويس، دي تخضع لاتفاقية أخرى، هي اتفاقية صون التراث العالمي. أيوة. وهو دي اتفاقية 72 ومعنية بالأثار. ولكن اتفاقية صور التراث غير المادي معنية بالتراث الشعبي اللي هو زي عاداتنا وفنوننا وأكلاتنا وآلات الموسيقى، المعارف الشعبية الخاصة بالري عند بعض الشعوب، أطعمتها، طرق التداوي في بعض الشعوب. الصين مثلا سجلت الإبر الصينية، الهند سجلت اليوجا، أسبانيا سجلت الفلامينكو، الأرجنتين سجلوا السامبا. يعني إذن كل الفنون والعادات والمعتقدات والأطعمة ممكن أن تسجل على هذه الاتفاقية. التسجيل بياخد عدد من المراحل بديدلاينز، أنه نقدم ملف بصيغة معينة بفورم معين بطريقة كتابة بتشترطها، أوصف فيها العنصر ده، أقول مين اللي حمل بتوعه، أماكن التوزيع الجغرافي ليه، ثم إيه الإجراءات اللي هعملها من أجل صونه. الناس لازم تكون موافقة، مش بس الدولة لكن موافقة الممارسين نفسهم على التسجيل. الفورم ده بيروح للاتفاقية، لسكرتارية الاتفاقية، بتنعقد لجنة لتقييم هذه الملفات. هي دي لجنة التقييم. لجنة التقييم، لجنة التقييم بتتكون من 12 عضو، كأنهم قضاء بيمسكوا كل الملفات اللي جاية من العالم، يفحصوها ويعملوا عليها تقارير منفردة، ثم تجتمع لجنة التقييم تناقش ملف ملف وتقول يدرج أو يرجع للدولة تصوبه أو يرفض. بتبقى كأنها لجنة الحكم على الملفات بعد المداولة وتقرير مكتوب عن كل ملف. هي دي لجنة التقييم اللي تابعة لليونسكو. طيب.